أمريكا هي أنشأتها بريطانيا والماسونية العالمية هي اللي أنشأت أمريكا، وأمريكا ستنهار كما انهار الاتحاد السوفيتي، لن تبقى أمريكا قوية. ستريت جورنال كتبت انه زعيم كوريا الشماليه وهو كيم جونج اون طلب مساعده الشعب الفلسطيني وبالاخص حماس، هل تاخذون هذا الكلام على محمل الجد؟ نعم، انت عارف اليوم رئيس كوريا الشماليه يمكن الوحيد في العالم اللي بيقدر يقصف امريكا، الوحيد، يعني ايران ما فيها تقصف امريكا، ايران اذا بدها تتدخل بتقصف الكيان الصهيوني والقواعد الامريكيه في المنطقه، خلينا نحكي الامور براس مالها، مزبوط؟ يعني امريكا ما عندها سلاح يوصل، ايران ما عندها سلاح يوصل لامريكا، بس ايران قادره تقصف اسرائيل والقواعد الامريكيه في المنطقه والبوارج الامريكي في المنطقه، هي اذا امريكا يعني وسعت ودخلت بشكل فاضح. لكن كوريا انا بشوف ممكن تقصف امريكا، وقد ياتي اليوم اللي كوريا تتدخل، لان جزء من الحلف بالاخر، اليوم كل اعداء امريكا او كل التي تعاديهن امريكا عم بتقاربوا. يعني اليوم الروس بتواصلوا معنا كل يوم، الصينيين بعثوا مبعوثين على الدوحه، الصين وروسيا التقوا بقياده حماس، وراح وفد من حماس على موسكو، وسيذهب وفد قريبا الى بكين، فكل اللي امريكا بتعاديهن في المنطقه عم بتشاوروا وعم بتقاربوا، وقد ياتي اليوم انه ينزلوا في المعركه مع بعض ويصير امريكا خبر كان.